السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أيام وأنا أشعر بالذهول، أشعر بالضياع، أشعر بالغربة، أشعر بغربة مضاعفة، أشعر بالإحباط، أشعر بالقلق على القضية الفلسطينية، قلق حقيقي. من هذا الذي يهدم منظمة التحرير الفلسطينية منذ أعوام ونحن صامتون؟ من هذا الذي يريد أن يحول منظمة التحرير إلى مؤسسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهي المنظمة الأم التي تنضوي السلطة الفلسطينية تحت لوائها؟ إليكم التفاصيل. أنا سأتكلم كلاما جارحا للبعض، لكنه يعبر عن الحقيقة. من الذي بنى منظمة التحرير الفلسطينية؟ المنظمة بنيت بدماء الشهداء، أسستها جامعة الدول العربية لتمثل الشعب الفلسطيني، وبدأ العالم يعترف بها من خلال العمل الفدائي والتضحيات والشهداء الذين كانوا يقومون بعمليات ودوريات في داخل فلسطين المحتلة. منهم من ينسحب سالما، ومنهم من يستشهد ويبقى في فلسطين. منظمة التحرير الفلسطينية بناها أشبال المخيمات ومقاتلو المخيمات الفلسطينية في الأردن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق، أبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين منعتهم منظمة التحرير من السفر إلى دول الخليج حتى يكونوا وقودا لنار الثورة، في الوقت الذي كان أبناء الضفة الغربية وغزة والذين يحملون جواز السفر الأردني يذهبون إلى الكويت والسعودية ودول الخليج. يعني هذا موضوع يحتاج إلى حلقة، ولكن تضحيات كثيرة بذلت من أبناء المخيمات والمقاتلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة ومن الأردن. أنا عشت معهم في قواعد جنوب لبنان حتى بنينا منظمة التحرير الفلسطينية. كانت بيروت هي منبرنا الإعلامي، وكان الجنوب هو ساحة المعارك، وكنا نقاتل، وكانت فلسطين الثورة، وكانت إذاعة صوت فلسطين، وكانت المؤسسات والتنظيمات والفصائل. أول من حاول مصادرة منظمة التحرير الفلسطينية كان حافظ الأسد، وعندما دخل إلى لبنان وارتكبت قواته مجازر تل الزعتر كانت هذه أول محاولة. وحينها خرج الشعار الفلسطيني الشهير الذي أطلقته منظمة التحرير الفلسطينية حينها، وهو القرار الفلسطيني المستقل. كان هذا الكلام في وجه حافظ الأسد عام 1976، لم يكن في وجه الدول العربية، ولا مرة القضية الفلسطينية كانت بمعزل عن المشاركة العربية. كان العرب لهم المشورة والقرار المشترك، وكانوا أصحاب الدعم على مستوى الأنظمة، كانت الأنظمة تدعم بالمال، وعلى مستوى الشعوب كانت الشعوب العربية تدعم بالمقاتلين والدماء. أنا عشت في كتيبة بيت المقدس في جنوب لبنان مع أبطال من العراق ومن تونس. مجاهد حمزي كان من العراق من البصرة، كان هناك إخوان من تونس، من تونس العاصمة، يقاتلون معنا. كان هناك إخوان من الجزائر لا زالوا حتى الآن يعيشون في مخيمات لبنان بلا قيود، بلا هويات، بلا جوازات سفر. كان هناك أناس من اليابان، كوزو أوكوموتو لا زال حتى الآن في بيروت، خرج من المعتقلات الإسرائيلية بآخر تبادل. هناك قوى عالمية شاركت في بناء منظمة التحرير الفلسطينية. المحاولة الثانية كانت من حركة حماس، من تنظيم الإخوان المسلمين بالتعاون مع إيران، عندما أعلنوا عن إنشاء منظمة تحرير بديلة في نهاية 2000 و
2007 للأسف الشديد تراجعت حماس وبقيت إيران تصر على ضرورة إيجاد منظمة تحرير بديلة. عقد أول مجلس وطني فلسطيني موازي في دمشق عام 1999 أو 98، وموله المرحوم رفعت النمر على قاعدة أنه مؤتمر تصحيحي كان المقصود منه أن يكون بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحضره أنيس الصايغ وحضره كبار الشخصيات الفلسطينية التي تعيش في سوريا وفي لبنان، وللأسف الشديد دعيت عليه أيضا بعض الشخصيات من الخارج. كان مؤتمرا مشبوها، شعر كثير من الذين حضروا هذا المؤتمر أنه كان مؤتمرا مشبوها، فأعلنوا انسحابهم منه وانطفأت شعلة الفتنة. لم يستطع أحد أن يشكل بديلا عن منظمة التحرير أو أن يضرب تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني. كل السفارات في دول العالم أسست على اسم منظمة التحرير الفلسطينية. العالم اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وعندما وقع اتفاق أوسلو عام 1993 استخدمت هذه السفارات أو هذه المقرات، مقرات منظمة التحرير، كسفارات للسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية ورثت منظمة التحرير بشكل غير قانوني. منظمة التحرير لها دستورها ولها لوائحها الداخلية ولها قوانينها ولها تاريخها ولها مؤسساتها، مؤسسة التربية والتعليم، مؤسسة مركز الأبحاث الفلسطيني الذي كان أهم مركز أبحاث في الشرق الأوسط، ولها الصندوق القومي الفلسطيني الذي سرقوه وذوبوه وذوبوا أمواله في صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يقوده محمود عباس مع الدكتور لا أدري اسمه، هذا الدكتور محمد مصطفى، لا أدري من أين جاء، لم يكن له أي دور في الثورة الفلسطينية، من أين أسقطوه بالباراشوت ليكون بهذا المنصب، الآن رقوه إلى عضو لجنة تنفيذية مع حسين الشيخ، ومؤامرة كبيرة، مؤامرة كبيرة على هذا الشعب. أذابوا مؤسسات منظمة التحرير ودمروها وبدأوا بتدمير المنظمة نفسها. المنظمة الآن هي عجائز الشعب الفلسطيني، تشكل المجلس الوطني الفلسطيني الذي لا حول له ولا قوة ولا دور. حاولنا أن ننشئ مجلسا وطنيا فلسطينيا للشباب، لا ليكون بديلا بل ليكون مجلس الظل لدفع المسؤولين الفلسطينيين لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن فشلنا. هناك عقبات كثيرة. اليوم بحجة وجود حماس وإدخال حماس في منظمة التحرير أوقفوا كل فعالية لمنظمة التحرير وجمدوها تمهيدا لإصدار بيان النعي، تمهيدا لدفنها. وقبل دفنها بخطوة أعلن محمود عباس عن إلحاقها بالسلطة الفلسطينية، قرار جهنمي لا أدري كيف ابتلعه المثقفون الفلسطينيون والمناضلون الفلسطينيون والسياسيون الفلسطينيون والعارفون بالأمور، كيف ابتلعوه، كيف ابتلعوا مثل هذا القرار الجنوني الأرعن الأحمق غير القانوني وغير المنطقي وغير الشرعي وغير الوطني، كيف يمكن أن يمر مثل هذا القرار مرور الكرام؟ كانت هناك تعليقات وملاحظات خجولة من هنا وهناك، من هذا المثقف وذاك، من هذا المناضل وذاك، خجولة جدا. الموضوع خطير، الموضوع أكبر بكثير مما تتصورون، الموضوع يعني إنهاء القضية الفلسطينية، الموضوع يعني إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، الموضوع يعني بيع دماء الشهداء الذين سقطوا منذ عام 1965 وقبل ذلك إلى اليوم. الموضوع يعني أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية ابتزاز
وقضية مرتزقة وقضية محمود عباس الذي أثري بطريقة غير مشروعة هو ومن هم في حوله وأبنائه. الموضوع أصبح موضوع بيع القضية الفلسطينية من قبل جواسيس القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل. الموضوع هو تصغير منظمة التحرير الفلسطينية لكي تدخل في جيب محمود عباس. الموضوع هو تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية لكي يقضمها الاحتلال الإسرائيلي. الموضوع هو بيع فلسطين وقضية فلسطين وشعب فلسطين للاحتلال الإسرائيلي لأياد فلسطينية. هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. كان محمود عباس في تونس رجلا عاديا، كان ابنه مازن الذي توفي بسبب الفقر والعوز كان يعمل عاملا في تصليح الحمامات والمطابخ في البيوت، ويرتدي بدلة العمل الزرقاء ويعمل بشرف رحمه الله. من أين لك الآن يا محمود عباس كل هذه الملايين، أنت وأبناؤك ياسر وطارق؟ من أين تمتلكون كل هذه الشركات وتمثلون شركات عالمية في فلسطين وتتدخلون في صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير أموال الشعب الفلسطيني، وتتدخلون في شركات الاتصال وكل شيء، الدخان، السجائر، كل شيء، كل شيء. أنتم حرامية، أنتم سارقون، أنتم تستحقون المحاكمة والعقاب، أنتم تستحقون كل اللعنات من كل لاجئ فلسطيني ومن كل مناضل فلسطيني. من أين لكم هذه الأموال؟ هذا هو حقنا الشرعي أن نسأل، من أين لك هذا يا محمود عباس، أنت وأبناؤك وكل من هم في حولك؟ هؤلاء الصامتون صامتون لأنهم كسبا، لأنهم مستفيدون. دعني أقول لك بصراحة، أنتم جاء المال الأوروبي والأمريكي للساحة الفلسطينية، وعندما تقصر أمريكا وأوروبا فإن إسرائيل تقدم المال، وأنتم اشتريتم ذمم 135 ألف موظف وهمي في الضفة الغربية و75 ألف موظف وهمي في قطاع غزة، تدفعون لهم رواتب عالية بالألف دولار وما فوق، وبعض اللاجئين في بعض المخيمات الذين يعوون معكم أيضا لهم حصة بسيطة، أقل من ألف طبعا، حصص أقل، أقل بكثير. اشتريتم الناس وذمم الناس، وهكذا أصبح بإمكانكم أن تتصرفوا على هواكم بكل مؤسسات الثورة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، وأصبح بإمكان أبو مازن أن يرشح بديلا له جاسوسا عميلا معروف بالضفة الغربية أنه يمثل إسرائيل في الضفة الغربية، حسين الشيخ معروف. أصبح بإمكان محمود عباس أن يلغي الانتخابات، أن يعين مجلس قضاء أعلى من رأسه على مزاجه، أن يقود صندوق الاستثمار الفلسطيني ويتلعب بأموال الشعب الفلسطيني هو والدكتور محمد مصطفى على مزاجهما. أصبح بإمكانه أن يحدد كل شيء كونه أمسك القرار المالي بيده. هذه لعنة، لعنة حقيقية أيها الفلسطينيون الذين تستلمون رواتب وأنتم تعرفون بأنكم لا تعملون شيئا مقابل هذه الرواتب. هذه الرواتب لإسكاتكم وإخراسكم، هذه الرواتب من أجل السيطرة عليكم وعلى الساحة الفلسطينية من ورائكم. هذه الرواتب هي ليست حقا لكم وليست واجبا على من يدفع، ولكنها لشراء الذمم. أقولها لكم بكل صراحة، هكذا سيطروا على القضية الفلسطينية، هكذا باعوا منظمة التحرير، هكذا دمروا فتح، هكذا دمروا طموحات الشباب. هذه هي الحقيقة. من أين لك هذا؟ سؤال لا يسأله أحد. محمود عباس يعين أقاربه، أقارب أم مازن لهم الحق بامتلاك جوازات سفر دبلوماسية، ابنه يستطيع أن يتكلم مع صديقته في بلد معين ويقول لها آتيك بطائرة خاصة، فقط وافقي على أن تنامي معي، كله مسجل.
الطائرات الخاصة الثلاث التي كلفت أكثر من 96 مليون دولار لمحمود عباس، يستخدمها أبناؤه. هكذا، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. حكم الساحة الفلسطينية بكم وبصمتكم يا 135 ألف موظف في الضفة الغربية و75 ألف قبيض في غزة وبضع مئات في مخيمات لبنان وسوريا. أنتم الآن تدمرون مصير أجيال الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن نسكت. الآن الناس تحت وقع الصدمة، سوف تصحو من الصدمة، والله سيأكلونكم بأسنانهم. لا تستهينوا بالناس حتى في رام الله وفي القدس وفي نابلس وفي الخليل وفي غزة. لا تستهينوا باللاجئين، والله سيأكلونكم بأسنانهم. لا يمكن لشعب حي بمستوى الشعب الفلسطيني أن يبقى صامتا على هذه الترهات وهذه المآسي وهذه السرقات وهذا التآمر. لا يمكن. أنتم تمنعون الشعب الفلسطيني من حقه بالانتخابات، وهي أبسط الحقوق. تمنعون اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بلقمة العيش. أنتم دمرتم كرامة الفلسطينيين اللاجئين من خلال تحالفاتكم مع من يقتل اللاجئين ويقمع اللاجئين ويحاصر مخيمات اللاجئين. أنتم متحالفون مع قاتلينا الذين يقتلوننا في سوريا وفي لبنان وفي العراق، هم حلفاؤكم. الذين يقتلوننا في الضفة الغربية وغزة هم حلفاؤكم. هذه هي الحقيقة. أنتم أعداء لهذا الشعب وتحكمون هذا الشعب وتتحكمون به. سيأتي الوقت للقصاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.